السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال. كنقترح لكم وصفه ديال عصير الحامض بسكين كبير طري وورقه نعناع. اذا في المقادير غادي نحتاجو حامضه كبيره اولا جوج حامضات صغار، نوع طريف اولا قطعه ديال سكين كبير طري، واحد جوج اولا ثلاثه الورقات ديال النعناع، السكر كيبقى على حسب الذوق، والماء من الافضل نستعملو ما بارد. ندوزو نشوفو طريقه التحضير. ناخذ الحامضه وكنحاول انني نحك غير هذيك القشره الصفراء كما كتشوفوا، فما كنوصلش للقشره البيضاء لانه دائما هاد العصير الحامض شكون كيدير لنا فيه المروره هي هذيك القشره اللي كتكون لداخل، يعني بيضاء هي اللي كدير لنا المروره في العصير ديال الحامض. فهنا انا كما شفتوا هاد الحامضه شويه غليظه، فكنحك ديك القشره الصفراء ومن بعد كنزول هاد القشره البيضاء كنحيدها. ولا كنتو مستعملين حامض اللي يعني جلده ديالو رقيقه، يعني ما فيهش داك البيض بزاف، فممكن انكم تستعملوا فكتحيدوا غير دوك العظام اللي لداخل وكتطحنوا مباشره بالقشره ديالو. انا هنا كما قلت لكم فالحامضه شويه غليظه، فانا ندير لها الطريقه كومسا ما غاديش داك القشره البيضاء اللي غتعطيني المروره غادي نزولها. فكنحاولوا اننا نحيدوا هاد القشره البيضاء كامله، وكناخذوا الحامضه ديالنا كنقسموها وكنزولوا دوك العظام اللي لداخل لانه حتى هما كيديروا لنا المروره في العصير. كنوضعوا المكونات ديالنا كلها في الخلاط وكنضيفوا شويه ديال الماء، ما كنضيفوش كميه كبيره، فكنضيفوا في الاول كميه قليله وكنطحنوا هاد المكونات مزيان. ثم كنصفيه مزيان وكنعاودوا داك يعني داكشي اللي بقى لينا فاش صفيناه كنعاودوا نطحنوه مع الماء من جديد وكنصفيه مره اخرى وتلاقوا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال لو جو ديالنا. هو العصا ديالنا اللي بالحامض والسكينجبير وريقه النعناع كما كتشوفوا كيجي رائع في اللون ديالو وكيجي طبعا في مذاق لذيذ بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه، جربوها ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحه والراحه.